ولتعقيب على هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والكاتب السياسي الدكتور واثق الهاشمي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم. هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا نعم. وسهلا تفضل. دكتور، بداية، لماذا هذا التضارب في التصريحات حول وجود القوات الأمريكية البرية في العراق؟ دونالد ترامب قبل أيام أكد ذلك، ليأتي حيدر العبادي وينفي. ما سر هذا التضارب وما يهدف؟ نعم، شكرا جزيلا. أنا سأتكلم عن معلومات وليس تحليل. تفضل. أنا قريب من المشهد السياسي العراقي، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية. أنا يعني أتكلم لك يعني بعلمية كاملة وبوقائع. لا توجد أي قوات برية على الأرض العراقية من أي طرف كان، لا أمريكية ولا غير أمريكية، لسبب العراق فيه توافق سياسي هش. هذا التوافق بحال دخول قوات أمريكية برية ينسف هذا التوافق السياسي، ويعني الموافقة على دخول قوات أمريكية يعني سنوافق على قوات تركية وإيرانية وسعودية، وبالتالي هذا الأمر ليس من مصلحة أحد. العراق لا يقبل بغير المدربين والمستشارين، أنت في الحاجة لهم. هناك بالمناسبة مدربين ومستشارين من 16 دولة. حالما تنتهي المعركة ضد داعش، كل المدربين والمستشارين سينسحبون من قواتهم إلى مناطق أخرى. ما هي هذه المناطق التي تتحدث عنها؟ مناطق داخل العراق إلى بلدانهم، إلى قواعدهم. لا، ليس في العراق على الإطلاق، على العراق إلى مناطقهم، القواعد اللي أتوا منها في مناطق الخليج، أو يعودون إلى دولهم. لأن العراق يحرص أن لا تبقى قوات برية، والعراق اللي هو اللي حقق الانتصارات بجيشه بمقاتليه، واستطاع أن يحرر الأرض العراقية، ولم يبقى شيء على هذا الأمر. فما الداعي لدخول قوات أمريكية؟ وبالمناسبة ترامب يصرح لأكثر مرة أنه لا يتدخل تدخل إنساني في أي دولة من العالم، ويبحث عن استثمارات اقتصادية في مختلف دول العالم ومنها العراق. لذلك لا توجد قوات برية على الإطلاق. نعم، بالحديث عن معركة الموصل تحدثت سيادة أو السيد واثق الهاشمي، كيف ترى تطورات معركة الموصل؟ هل اقتربت النهاية أم ما زال الكثير أمام القوات العراقية؟ لا، المعركة تسير وفق ما مخطط لها. نعم، هناك بعض التباطؤ في الضفة اليمنى بسبب كثافة المدنيين الموجودين وعمليات التلغيم، لذلك التوجيهات صدرت أن تكون هناك أسلحة ذكية تستخدم، ضربات جوية فاعلة لمراكز القيادة والسيطرة، فتح ممرات آمنة للمواطنين. لم يبقى شيء على المدينة الضفة اليمنى على المدينة إلا القليل. ربما سنسمع خلال الساعة القليلة القادمة تحرير جامع النوري، وتحرير جامع النوري ستكون ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن الوصول إلى منارة الحدباء. وأنا أعتقد الهدفين مهمة بالنسبة لهذا التنظيم، لأنه جامع النوري ألقى بالمجرم البغدادي خطابه الشهير اللي خرج به عبر الوسائل الإعلام. نعم. ماذا عن ما لديك معلومات حول وجود زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي؟ بعض المصادر تقول أنه ما زال في المدينة القديمة في الموصل. لا، المعلومات الاستخباراتية تؤكد أنه خارج مدينة الموصل، وهناك حديث وخاصة ضربات التي سددت في السابق كانت قرب في منطقة القرم وفي منطقة الرقبة، لا يتنقل في هذه المناطق بعد أن وجهت ضربة في منطقة الغابات في الموصل، وهناك حديث أنه تم إصابة بجريح في هذه المعركة. نعم، شكرا جزيلا لك الباحث والكاتب السياسي الدكتور واثق الهاشمي، كنت معنا.